Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في حل وشرح تدريبات الدرس الأول والثاني في الوحدة الثانية. تعال نشوف الأول من الاختيارات. Number one بيقول لي All the children in our school, كل الطلبة في مدرستنا, go to the knot when the head teacher wants to talk to us. طبعا طالما الـ head teacher هيكلم معنا فكله بيروح الهول. The next بيقول at break, يعني في الفسحة, I play games with my friends in the, طالما بلعب ألعاب أكيد بلعب في الحوش أو الفناء فبقول عليه playground. ثاني playground. The next بيقول for homework, للواجب, the teacher told us to choose, طلب مننا ان احنا نختار, a book to read from the, طبعا هختار كتاب منين, اكيد من library, من المكتبة. We know it's time for the next lesson when we hear the air ringing, طبعا لما بنسمع الايه, اكيد لما بنسمع الجرس, والجرس اسمه بيل. تاني الجرس اسمه بيل. Number five بيقول some pupils, بعض التلاميذ, study eight to make some shows, عشان يعملوا بعض العروض, طبعا اكيد عشان اعمل العروض او عروض سينمائية او مسرحية, فاكيد هنا انا هدرس على طول الدراما. تاني اكيد هدرس الدراما. The next you can know everything about countries, ممكن تعرف كل حاجة عن الدول, seas والبحار and rivers والانهار in, طبعا بعرف الحاجات دي كلها في الدراسات الاجتماعية اللي هي social studies. social studies. تعال نشوف number 7 بيقول لي on a weekend I visit my grandmother, طبعا on a typical, again on a typical. The next swimming is my hobby, I like it very much. Swimming is my hobby, I like it very much. يبقى طالما بحبها جدا it's my favorite hobby. The next is the subject of how to learn numbers, طبعا ازاي بتعلم الارقام وبتعلم الارقام فين, اكيد في الماث, الرياضيات. The next can I look at the to know the time of the English lesson, طبعا عشان اعرف موعد الحصص يبقى بص اكيد للtime table, جدول الايه, الحصص. The next I go to school at quarter 7, طبعا quarter to 7, هنا quarter to 7 يعني 7 الا ربع, قلنا لو هي وي ربع تبقى quarter past, طبعا past معناها وي وتو معناها الا في الساعات. ولي how many lessons do students every day at school, تاني how many lessons يعني كم عدد الحصص, do students a every day at school, يبقى do students have, وانا قلت يا جماعة have a lesson يعني عنده حصة. The next Sarah is good social studies, قلنا يا جماعة صفات الجودة كلها بتاخد at, فحقول good at يعني جيد فيه, وgood at بيجي وراها هي اس يا verb plus ing. My uncle me to school yesterday, my uncle me to school yesterday, يبقى my uncle drove me, ويا جماعة كلمة drove me مش معناها سأني, لأ معناها وصلني بالسيارة. تاني drove me to school معناها وصلني بالسيارة. Number 15 the bell is a, I'll open the door, يعني قلنا bell اللي هو الجرس, يبقى الجرس بيعمل ايه في هفتح الباب, اكيد ringing, ringing معناها يرن. When I eat home I have my lunch, when I eat home لما ايه البيت هتناول الغداء, يبقى لما اوصل البيت. طيب يبقى فين كلمة يوصل هنا اللي هي كلمة get home, get home, وقلنا يا جماعة هم ما يجيش قبلها to, يعني ما قلتش get to home. The next منى was late, كانت متأخرة, she had to go to school a taxi, طبعا هنا she had to go to school a taxi, خلي بالك ان تاكسي جاء قبلها a, وطالما فصل بينها وبين حرف الجر a and the اي صفة ملكية ما ينفعش اجيب باي, يعني ما قلتش باي تاكسي, امال اقول يا مستر, اقول in a taxi. طيب يا مستر لو ما فيش a كنت قلت لك باي تاكسي, يعني بواسطة التاكسي. احمد was born 18th June 1985, طبعا يا جماعة الثامن عشر ده يوم, وبالتالي طالما جاب لي اليوم داخل التاريخ لازم اجيب حرف الجر on, تاني لازم اجيب حرف الجر on. طبعا في التدريبات الار جرامر لسه بيكلمنا عن البريزنت سمبل, المضارع البسيط, والادفيربس اوف فريكوانسي اللي هي ظروف التكرار, وازاي ان ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل, ولكن فيرب تو بي ام اس ار بيجي قبل ظروف التكرار. تعال نشوف كده. نمبر 1 بيقول لي وي جو تو سكول اون فرايديز, طبعا بنروح المدرسه من الجمعه, قال لي لا طبعا ما بنروحش, فبالتالي لازم اختار نيفر, سو وي نيفر جو تو سكول اون فرايديز. ذا نيكست ويتش ليسن افتر هوم ايكونومكس on Sunday, طبعا which listen is after, يعني
أني درس اللي بيكون بعد الاقتصاد المنزلي. Number three, how do you get up at 6:30؟ قال لي always. قلنا يا جماعة طالما الإجابة بظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال على طول بهاو often. تاني السؤال بهاو often. We speak English during our English lessons. طبعا المفروض إن احنا على طول أو دايما بنتكلم إنجليزي في حصة اللغة الإنجليزية فعلى طول always. Always. The next, we go to the beach in winter. It's too cold to swim. بيبقى الجو بارد قوي لدرجه ان احنا خلي بالكوا حبايبي. تو صفته معناها جدا لدرجه ان لا. يعني معناها بيبقى بارد جدا لدرجه ان احنا ما بنسبحش. خلاص يعني ما بنعومش فبالتالي هقول we never. The next, Mrs. Mervet goes to work early. She never comes late. واللي عمرها ما بتيجي متأخر يبقى هي على طول بتيجي بدري. يبقى هنا لازم اختار كلمة always. اللي بعدها بقول my father ate to work by car. طبعا احنا اتفقنا ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل. اذا goes usually غلط وكمان go never غلط. يبقى في never go وفي usually goes. هقولك بس الفاذر مفرد فهتقول على طول usually goes. The next, سلمى gets 10 out of 10. بيقول البنت سلمى دي بتحصل على 10 من 10. She studies her lessons very well. يبقى أكيد she always studies. يبقى دايما بتذاكر دروسها بشكل جيد جدا. Mr. Ashraf doesn't like flying. ما بيحبش الطيران. This means he travels by plane. بقول ما بيحبش الطيران يبقى عمره ما بيسافر بالطيارة. Never. The next, I have breakfast at 7 o'clock. والله أنا بتناول الفطار الساعة 7. Every morning, كل صباح. This means I have breakfast at 7 in the morning. طبعا أكيد بقول على طول have breakfast at 7 o'clock every morning, كل صباح. يبقى I always, يعني أنا دايما. اللي بعدها بقول my father travels always by plane. هنتفقنا أن ظرف التكرار بيجي قبل الفعل. يبقى المفروض التصحيح بتاعي يبقى always travels. Always travels. The next, we both get up by 6:30. طبعا اتفقنا ان الوقت بياخد حرف الجر at مش by. يبقى at 6:30. The next, Dina always goes swimming. She goes swimming on Thursday and Saturday. يبقى بقول اللي بتروح يوم الخميس ويوم امتى؟ السبت بس. يبقى ده دايما بتروح؟ هقوله لا والله كده مش دايما بتروح. امال اقول sometimes. يعني ايه sometimes؟ احيانا. تاني sometimes يعني احيانا. تعال نشوف نمبر 4. بيقول he eats never unhealthy food. طبعا برضو ظرف التكرار لازم يجي قبل الفعل فلازم اقول never eats. تاني لازم اقول never وبعدين eats مش eats قبل never. سارة and منى always are happy. احنا قلنا ظرف التكرار بيجي قبل الافعال ما عدا verb to be. verb to be هو اللي يجي قبله فعشان كده هقول are always. تاني are always. The next, I usually helps in the home. طبعا I بيجي معها مصدر ما ينفعش يجي معها فعل في اس فبالتالي لازم اقول help. تاني لازم اقول help. When do you eat vegetables? Twice a day. Twice a day. قلنا لما يكون الإجابة بعدد مرات يبقى السؤال بتاعي how often مش بون. تاني how often يعني كم عدد المرات. تاني how often معناها كم عدد المرات. تعال نشوف الجنرال اكسرسايز بتاعتنا. هايدي بتكلم ندى بتقول لها واتس يور فيفرت سبجكت؟ قالت لها اي لايك ماث. طبعا هي لما ما بحبش اكرر السؤال لحد بقول له وات اباوت يو اور اند يو. تاني وات اباوت يو اور اند يو. يبقى هنا ممكن اقول هاو اباوت يو. هاو اباوت يو يعني ماذا عنك. وات اباوت يو اور اند يو يعني ممكن اقول اند يو. طب وانت؟ قالت لها سوشيال ستاديز. قالت لها دو وي اي ان انجلش ليسن تومورو. طبعا هنا لما اقول عندنا بقول do we have. تاني do we have. يبقى do we have an English lesson tomorrow؟ هتلاقي yes. It's after science. What it does it start؟ طبعا هنا بسأل عن الميعاد لان هنا قال لي 10 o'clock. يبقى هنا what time. what time يعني متى. متى يبدأ؟ هتلاقي طبعا at 10 o'clock. قلنا الساعة بتاخد حرف الجر at. فبتقول لها what's your favorite ايه؟ قالت لها my favorite day is today. يبقى كانت بتقول لها what's your favorite day يعني ما يومك المفضل. تعال نشوف كده. بيقول عثمانو lives in رواندا. عثمانو ده عايش في رواندا. يبقى اذا المكان بتاع المعيشه بتاع عثمانو هو رواندا. This is a typical day. وده يوم نموذجي بالنسبه له for him. On a school day في يوم في ايام الدراسه days sorry
عثمان gets up at half past six. يبقى عرفنا انه بيصحى الساعة 6:30. He usually has breakfast with his family. بيتناول الفطار مع أسرته. His school is far away. بعيدة. So he takes the school bus. عشان كده بياخد اتوبيس المدرسة. قلت قبل ما امشي لازم اعرف ان هي دي عايدة على مين عشان اكيد هجيب له عليها سؤال يعايد على عثمان. بيقول he takes the school bus at 5 to 7. قلنا 5 to 7 7 الا 5. He arrives at school at quarter past 7. بيوصل الساعة 7 وربع. The school bell rings at 8 o'clock. وجرس المدرسة بيرن الساعة 8. And the pupils go to school hall. فبيروحوا بقى ليه الطرقة أو الصالة بتاعة المدرسة أو البهو الكبير بتاع المدرسة. عثمانو has 4 lessons. عنده 4 حصص. Before the break. قبل الفسحة. At break وفي الفسحة he talks to his friends. بيتكلم مع أصدقائه. And plays in the playground. وبيلعب كمان فين؟ في playground. He has more lessons after break. عنده دروس أكتر خلاص بعد الفسحة. He has lunch at 12:30. وبيتناول غدا الساعة 12:30. The school day finishes at 3. وطبعا اليوم الدراسي بينتهي الساعة 3. He arrives home at 3:30. ووصل بيت الساعة 3:30. تعال نشوف أول سؤال معانا. بيقول لي give a suitable title. واحنا اتفقنا قبل كده كلمة give a suitable title يعني اديني عنوان مناسب للقطعة دي. طبعا العنوان المناسب للقطعة دي هيكون عثمانوز typical day. عثمانوز typical day. طبعا عثمانو لأن ده يوم النموذجي بتاع عثمان. عثمانوس typical day. طب تعال نشوف نمبر 2. بيقول why does عثمانو take the bus to school. ليه بياخد الاتوبيس؟ قلنا لأن المدرسة بتاعته مالها ها far away. يبقى هقول because the school يعني المدرسة is far away. يعني far away far away يعني بعيد. طيب بقول do you think عثمانو's typical day is good or bad. طب يا ترى اليوم بتاع عثمانو ده كويس ولا سيء؟ اكيد طبعا لو انا موافق هقول I think يعني انا اعتقد it's a good typical day. طيب لو انا مش موافق هقول I don't think it's good او I think it's a bad day because it's very long لانه طويل. طب قولي the underlined word الكلمة اللي تحتها خط break has the same meaning as. طبعا break هنا قلنا اللي هي الفسحة. الفسحة دي معناها ان هي وقت الراحة فبيبقى rest. تاني بيبقى rest. The next the school year rings at 8 o'clock. يبقى the school ها bell. قلنا bell اللي هو الجرس. The underlined pronoun he refers to. طبعا هي دي عايدة يا حبايبي. قلنا هي دي عايدة على عثمانو. تاني هي دي عايدة على عثمانو. تعال نشوف الـ choices بتاعتنا. بيقول لي do you often a your friends. طبعا يعني ايه friends اصدقاء. يبقى do you often هقول على طول visit. قلنا في السؤال يا جماعة مع do does لازم اجيب مصدر يبقى visit. اللي بعدها بقول Arabic is the main A of Arab countries. طبعا Arabic دي معناها اللغة العربية يبقى هقول language. The next a plain A fast. طبعا حاولي always is ولا is always ولا never is ولا is never. طبعا عارفين الطيارة سريعة فبالتالي هقول is always يعني ما قولش always is. قلنا لا verb to be بيجي قبل ظروف التكرار. طب تعال نشوف اللي بعدها. بقول is the time when you don't have lessons. الوقت اللي ما عندكش فيه دروس فبقول عليه break. The next how do you get up early on holidays. How do you get up early on holidays. طبعا اكيد انا هسأل بيه عن عدد المرات بهاو often. Yesterday was a day for me. It was full of lots of work. او اكيد هقول it was a typical day. Typical day. اللي بعدها بقول we learn about acting in. طبعا بنتعلم التمثيل فين؟ اكيد في الدراما. تاني اكيد في الدراما بنتعلم التمثيل. طب اللي بعدها بقول what it does school start. What it does school start. وجاب لي الساعة يبقى أكيد what time. The subject for learning about cooking. المادة اللي بتعلم فيها الطبيخ. Skills مهارات for the home. مهارات للبيت. School ده أكيد home economics الاقتصاد المنزلي. The next. The air rings
at the end of each lesson at school. طبعا مين اللي بيرن؟ اكيد the bell اللي هو الجرس. طب اللي بعدها بيقول فاتن sometimes read. طبعا هنا يا جماعه فاتن مفرد فلازم تاخد reads مش read. تاني لازم تاخد reads مش read. اللي بعدها بيقول how many do you watch TV at sometimes. قلنا طالما الاجابه بظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال بهاو often or often. The next he does usually exercises on Friday. طبعا قلنا ظرف التكرار بيجي قبل الفعل فلازم اقول usually does. The next they play in the club every day. They never go to the club. طبعا بيلعب فيه كل يوم يبقى اكيد always. always يبقى بيروح كل يوم always. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.